السلام عليكم ومرحبا بكم في انا الطبخ ليلى. ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لكم بسطيله بالدجاج اللي كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى هذه البسطيله هذه تنال اعجابكم، وبلا ما نطول عليكم نخليكم تتابعوا معايا المكونات مع طريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله بتحضير هذه البسطيله هذه. غادي نقول لكم انا بالنسبه ليا باش يكفيني الوقت غدا، غادي ان شاء الله العراضه غادي تكون عندي نهار الاربعاء. انا غادي نوجدها الثلاث، دابا اليوم الثلاث بالليل غادي نوجدها نديرها في الثلاجه. غدا غادي غير نطيبها صافي ونحطها للضياف ديالي. غادي نبداو بالمكونات. هنا عندي دجاجه كبيره تقريبا فيها واحد 2 كيلو ونص. عندي في التوابل غادي نحتاج عويدات ديال القرفه، كاس لاروب خليط ما بين زيت الزيتون والزيت العادي. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الخرقوم بلدي، سكنجبير. هنا عندي توابل ديال البسطيله، الا ما كانتش متوفره عندكم ممكن تستغناو عليها. غير بالنسبه لهاد المكونات كتزيدوا اكثر من اللي غادي ندير انا. غادي ندير كذلك الابزار، معلقه صغيره ديال السمن، ما غاديش نكثر باش ما تجيش المذاق مجهد. واحد جوج معالق كبار خليط ما بين الأزبر ومعدنوس، جوج في الصوص ديال الثومه، ضامه ديال الزعفران شعره. غادي نحتاج كذلك الملحه. عندي هنا تقريبا واحد كيلو ونص ديال البصله اللي قطعتها بحال هكا. عندي هنا كيلو ديال ورقه البسطيله ما غاديش نحتاجها بطبيعه الحال كامله. صافي هذو هما المكونات اللي غادي نحتاج في الاول. كذلك غادي نحتاج واحد نص كيلو ديال اللوز، غادي نحتاج 10 البيضات. المهم هذو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقه التحضير. دابا غادي نبدا نضيف التوابل. غادي نضيف اول حاجه ضامه ديال الزعفران وحيده، انا غادي نصيب بسطيله وحده، داكشي علاش عطيتكم الحجم ديال هاد البسطيله. صافي هو من الافضل انكم تقطعوا الدجاجه. انا كنت عواله انني ندير دجاج محمر ساعه فاش لقيت ورقه بسطيله، قلت ندير بسطيله، داكشي علاش عندي هكا يعني ما مقطعاش. غادي نزيد معلقه صغيره ديال السمن. بالنسبه للتوابل غادي نعبر لكم بالمعلقه، غادي نعبر لكم التوابل ديال البسطيله راه موجوده عند العطار. واحد معلقه كبيره تكون عامره، غادي نزيد شويه حتى المعلقه ماشي كبيره بزاف. غادي نضيف الابزار او الفلفل الاسود، سكنجبير. الدجاج كيف كنعرفو راه كيبغي سكنجبير كيجي زوين. غادي نضيف كذلك خرقوم بلدي، واحد معلقة كبيرة باش تعطينا اللون. القرفة نخليها هي الأخرى. غادي نضيف معدنوس، غادي نحط جوج فصوص ديال التومة، غادي نضيف الملحة، صافي هادشي اللي غادي نضيف. بالنسبة للزيت ما غاديش نضيفو دابا، حتى غادي نضيف شوية ديال الماء، نضيف شوية ديال الماء باش نخلط هاد التوابل. دابا غادي نحاول ندخل هاد التوابل الدجاج كامل من الداخل ومن برا. هنا عندي واحد الطريف ديال الدجاج حتى هو ضفتو. المهم انا غادي ندخل التوابل كامله في الدجاج ونرجع معكم. دابا غادي نضيف البصله. انا غادي ندير لكم طريقتي باش نحضر هاد البسطيله هذه اللي كتجي لذيذه. البصله واخا بانت لكم كثيره غادي تدبل. غادي نزيد داك كاس لاروب مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده،
ندير واحد عويده ديال القرفه ونغسلهم بعدا. صافي دابا غادي نضيف واحد كاس الماء صغير ونخلي هاد البصله هادي يعني حتى تذوب وتيطيب لينا الدجاج مزيان ونرجع معكم. ما غاديش نكثر الماء حيت البصله راه كتطلع الماء. صافي هذا هو الماء اللي غادي ندير. غادي نسد عليها دابا قبل غادي نزيد بالنسبه للبصله واحد شويه ديال التوابل ديال البسطيله. دابا هنا خديت الماء خليته حتى غلى. غادي نضيف ليه اللوز. عندي هنا كيلو ديال اللوز وغادي نخليه فيها. غادي نخليه واحد 5 دقائق تقريبا صافي وكنبدا نقشر فيه. انا من بعد ما طاب الدجاج ها هو حيدته خليته حتى طاب مزيان على خاطرو. هنا كذلك خديت الماء غليان درت فيه اللوز وخليته يترطب واحد شويه قشرته. غادي نقليه ان شاء الله. وهنا عندي هذيك لاصوص اللي شاطت من الدجاج ها هي خليتها. غادي نخليها حتى كتشرب شويه. غادي نزيد عليها بعدا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده. الا عندكم العسل ممكن تضيفوه. واحد جوج غادي نزيد واحد شويه تقريبا جوج ونص صافي. وغادي نخليها حتى كتعقد يعني ما كيبقاش الماء نهائيا. البصله كيف شفتوا راها دبلات وطابت. غادي نحيد هذوك العويدات ديال القرفه السخونه. دابا غادي ندير اللوز يتقلى. كندير الزيت بارد يعني ماشي تيسخن سخون. وغادي نخليه يتقلى على خاطرو. وبالنسبه للدجاج غادي نحيد ليه العظم كامل وغادي نقطعهم طريفات صغار ونرجع معكم ان شاء الله من بعد. دابا كيف كتشوفوا المرقه ديالي ها هي راه وقفات يعني ما بقاش فيها الماء. دابا غادي نبدا نزيد البيض. غادي ندير 10 ديال البيضات. غادي نبدا نزيد بشويه بشويه بسم الله. في نص الوقت كنخلط. غادي نستمر بنفس العمليه حتى كنكمل البيض اللي عندي كامل ونرجع معكم. كيف كتشوفوا كنحرك ما كنغفلش عليه. دابا غادي ندوز نطحن اللوز ديالي. غير كنهرمشو ماشي كنطحنو بزاف. وغادي نخلي شويه للتزيين. كيف كتشوفوا معايا كنحرك حتى ما كتبقى حتى شي نقطه الماء. البيض كينشف تماما كيف كتشوفوا. صافي دابا غادي نطفي عليه. بالنسبه ليا غادي ناخذ الدجاج وغادي نضيفه مازال البيض. نتوما ممكن البيض وديروا طبقات يعني طبقه ديال الدجاج بوحدها طبقه ديال البيض بوحدها. انا غادي نخلط كل شيء مع بعضياته. كنخلطو مزيان. بهذه الطريقه الدجاج ما كيجيش ناشف يعني كيتخلط مع البيض. صافي هي دابا واجده. اللوز كذلك ها هو واجد. غادي نزيد عليه شويه ديال السكر كلاصي اختياري ممكن تزيدوه ممكن لا. غادي ندير واحد جوج معالق كبار. صافي غادي نحركهم مزيان ونخليهم على جنب حتى هما. على ما تبرد لينا الحشومه خاصناش نديروها سخونه باش ما تقطعش لينا الورقه ديالنا. دابا غادي نبداو على بركه الله نعمرو البسطيله ديالنا. هنا عندي هاد اللاطه هادي دائريه. غادي ناخذ ورقه البسطيله وغادي نستفها في اللاطه. وجدت الزيت وجدت كذلك بيضه مقربه. غادي
كيف كتشوفوا معايا اللاطه دهنتها بالزيت، غادي ندير الورقه الاولى هكا. كنطلعها من الجناب، دائما الجهه الحرشه هي اللي كتكون فوقانيه. دابا غادي ندير وحده الوسط، دابا غادي ندير وحده الوسط. صافي غادي نحط الحشوه ديالي طبيعه الحال بعد ما ندهنها بالزيت. دابا غادي نجيب الحشوة ديال الدجاج والبيض. بسم الله، كندير صفاية باش الا كان شوية ديال الماء يتقطع، حتى هو الماء غادي يقطعها لينا الا كان. المهم انا نكمل الطبقة الاولى كاملة، غادي ندير الكمية ديال الدجاج والبيض كاملة. كنسرحها هكا، دابا غادي ندير اللوز. بسم الله، غادي نستفو كامل فوق الدجاج. دابا غادي نبدا نطوي. غادي ندهنها مره اخرى بالزيت او الزبده اللي بغيتو. غادي نحط وحده هكا، وغادي نعاود نفس العمليه اللي درت في التحت. يعني كندير هكا، نوريكم وفي نفس الوقت كندخلها باش تجيني ساهله. ندير لها هكا، غادي ندور على التسطيله كامله بنفس الطريقه. هنا واخا مقطعه مازال غادي ندير وحده نغطي بها كلشي. كيف كتشوفوا انا دابا قديتها، غادي نزيد دابا غادي ندهنها بالزيت.
كنضغط هكا باش ما تجيناش غليظه بزاف. دابا غادي ندهن بالبيضة. وغادي نحط وحده اخرى، اخر وحده اللي غادي ندير. صافي دابا غادي ندهنها بالزيت، ندهنها مزيان بالزيت وغادي نديرها في المجمد حتى الغدا ان شاء الله. غادي نجبدها حيت غادي نديرها حتى للعشاء، يعني غادي نجبدها مباشره من المجمد ندخلها للفران يكون سخون ونطيبها ونوريكم ان شاء الله التزيين النهائي. هاي البسطيله ديالنا بعد ما طيبتها خرجتها دهنتها بشويه ديال العسل ورشيت عليها اللوز إفيلي محمر. غادي نزين بالبيض ديال السمان، وحده كنديرها بيضه وحده كندير فيها حبوب الخشخاش. نستمر بنفس العمليه، غادي ندورها كامله. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا، كنتمنى انها تنال اعجابكم. كيف كتشوفوا راه كتجي لذيذه بزاف، معادير ساهلين واخا كيف ما فيهاش معادير كثار. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفات جداد.